انت وينك لهلأ؟ مو شايف انه نحنا معجوقين ومولانا حالته كل مالا عم تتراجع؟ في واحد من الأغوات كان مريض وأنا عالجته. بس حجي آغا اللي طلبك وكان كتير مستعجل. خير إن شاء الله. من إيمت حجي آغا بيهتم بالأغوات؟ إيشو بيعرفني؟ يمكن صاحبه الزلمة. ومين بيكون هالآغا يا آدم أفندي لحتى روح أفحصه؟ يعني شو مناسبة كل هالأسئلة؟ الموضوع مو مستاهل، وإذا غبت شوي يعني. شو عم تعمل؟ بعد هيك يا الله اترك من إيدك. شو بدك؟ مو هي الأدوية اللي بياخدها الأمير إبراهيم؟ اللي شو عم تعمل معك؟ هاي من زمان معي. كنت عند الأمير إبراهيم ما هيك؟ إياك تنكر، بعرف إنه ما قتلوه. اللي وين مخبينه؟ ياسر أفندي، مولانا تعبان كتير، تعال بسرعة لو سمحت. يلا جاي فورا. روح قدامي، رح تقول لمولانا السلطان كل شي. أنا والله ما لي علاقة بكل الموضوع، أنا كنت مجبور. وإنت مجبور تحكي، رح تقلنا وين مخبينه لسمو الأمير؟ روح لي هالألم، ماني متحمل. شو عم تعملوا هون؟ لقيت إبراهيم يا يوسف؟ نشرنا دوريات الحرس بكل العاصمة، وعن قريب رح يلاقوا يا مولاي. خليك مع الحرس يا يوسف، ما تعتمد عليهم ولا توثق بكلامهم. مولاي، كنت بدي أحكي معك بخصوص هالموضوع. آدم أفندي بيعرف وين سموه الأمير إبراهيم متخبي. أخ بحكي، قرب لعند السلطان وأحكي، وين شفت الأمير إبراهيم؟ لك أحكي. حجي آغا إجا لعندي وأخذني على غرفة جنب حمامكم الخاص. أنا فكرت إنه في حدا من الأغوات مريض، بس لما فتت لجوا شفت سمو الأمير إبراهيم، كان تعبان كتير وما عم بقدر يلقط نفسه، وأنا عالجته يا مولاي. معناتها أمي خبت أخي إبراهيم تحت غرفتي الخاصة ونحن مالنا خبر؟ أكيد فكرت إنه هذا الشيء ما رح يخطر على بالنا. يوسف تحرك، جيب إبراهيم لعندي فورا، بدي شوفه هو عم ينعدم. سينان باشا، وأنت جيب لي أمير القرم لعندي على القصر. وهالمرة ممنوع أنكم تغلطوا، وإلا بعدم الكل. تحت أمرك يا مولاي، تحت أمرك يا مولاي.